حاشا وكلا إن عمر أيقول على النبي دعوه فإنه يهجر، حاشا. كذبتم، كذبوا كذبوا ورب الكعبة كذبوا. مستحيل إن عمر يقول حسبنا كتاب الله، ما مش داعي إن النبي يكتب لنا كتاب، حسبنا كتاب الله دعوه فإنه يهجر. بدأ يخرف، مستحيل. فإذا صدقت الحديث شاسب بعمر، فمستحيل إن عمر يقول هكذا. هذه الأحاديث شككت الناس في عمر. لا تلوموش الشيعة لأنهم بيسبوا عمر، لوموا هؤلاء المشايخ، هؤلاء العلماء الذي فتحوا للناس مجال علشان يسبوا عمر. اعترفوا وقلوا هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث موضوع مكذوب. يقولوا لا، هذا الحديث صحيح. يعني يسب عمر، كيف يقول على الرسول يهجر؟ يقولوا لا، عمر أمير المؤمنين. كيف أمير المؤمنين ويقول دعوا فإنه يهجر؟ لا تصدقوا. يقول لك لا يا أخي، هو أمير المؤمنين. طيب الحديث ضعيف. لا الحديث يا أخي ما أجسين أشتري راسا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أحبتي في الله. الجهل مصيبة، وما ضيع دين الإسلام الصحيح إلا جهل أبناء وجهل من ينتسبون إلى هذا الدين، وأيضا أعداء هذا الدين بجهلهم بهذا الدين. هذا المهرج يريد أن يدافع عن عمر، لكن بدفاع مليء بالجهل وعدم الفقه. لكي يدافع عن عمر يكذب أحاديث ثابتة في السنة وفي البخاري ومسلم وغيره من الكتب الصحاح، لكن لأنه لم يفهم معنى ولم يفهم توجيه هذه الأحاديث ولم يعرف كيف ولماذا، عقله ما يستوعب، فيقول أنتم من جعلتم هؤلاء يطعنون في عمر. هؤلاء لا يطعنوا في عمر لأنه قال، لو سلمنا جدلا أنه قال عن النبي يهجر وهو لم يقل، وسوف نبين ذلك. هؤلاء يطعنون في عمر لأنه هدم إمبراطورية المجوس في معركة القادسية بقيادة سعد بن أبي وقاص. نعم، هؤلاء حقدهم على عمر يلعنوا ليلا ونهارا، والدليل أنهم عملوا ضريح لقاتل عمر في إيران، يطوفون حوله ويتبركون به. أبو لؤلؤ المجوسي الذي قتل عمر هم يقدسون هذا الشيء. ثم مشكلتنا مع الروافض ليس في طعنهم في عمر ولا في الصحاب. هؤلاء لهم دين يختلف عن ديننا، لهم قرآن يختلف عن قرآننا. هم يقولوا هذا، كتبهم يقولوا أن القرآن الذي بين يدينا محرف في كفر وإلحاد أكثر من هذا. عندهم قرآن فاطم وهو موجود مع المهدي اللي دخل في السرداب قبل 1400 سنة، ينتظرون أن يخرج ويأتي به القرآن ويطبقه ويحكم بشريعة آل البيت كما يزعمون، ويقتلون السنة جميعا. فهؤلاء خلافنا معهم ليس في مسألة عمر الذي أنت جاي تدافع بطريقة باطلة عن عمر. ثم نأتي إلى قصة أن عمر بن الخطاب قال عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرض موته إنه يهجر. أقول الرد على هذا الأمر من أوجه. نذكر الحديث أول شيء، حديث ابن عباس رضي الله عنهما، عبد الله بن عباس، يوم الخميس، وما يوم الخميس؟ قال اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه، فقال ائتوني أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. فتنازعوا، ولا ينبغي عند نبي تنازع، فقالوا ما شأنه؟ أهجر؟ فقالوا، لم يقل عمر النبي هجر، فقالوا، يعني استفهام، أهجر؟ استفهموه، فذهبوا يردون عليه، فقال دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه. وأوصاهم بثلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، وسكت عن الثالثة أو قال فنسيتها. هذا حديث البخاري. رواية أخرى: اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه، قال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. قال عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع. اسمع، قال غلبه الوجع ولم يقل هجر، وهذا هو الثابت والصحيح في كتب السنة. وعندنا كتاب الله حسبنا، فاختلفوا وكثر اللغط، قال فقوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع. الرواية أخرى: أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا، فقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يهجر، فقالوا، صيغة الجمع. أولا، أن هذه اللفظة، لفظة أهجر، لا تثبت عن عمر رضي الله عنه كما ذكرت أصلا، وإنما قالها بعض من حضر الحادثة من غير أن يعين، وإنما الثابت فيه فقالوا ما شأنه أهجر،
هكذا بصيغة الجمع دون الإفراد. ثانيا، الثابت الصحيح من هذه اللفظة أنها وردت بصيغة الاستفهام هكذا أهجر، وهذا بخلاف ما جاء في بعض الروايات بلفظ هجر ويهجر، فقد نص شراح الحديث على أن الاستفهام هنا جاء على سبيل الإنكار على من قال لا تكتبوا، يعني يستنكرون يستفسرون. أيضا يحتمل أن تكون هذه اللفظة صدرت عن قائلها عن اندهاش حيرة أصابته في ذلك المقام العظيم والمصاب الجسيم كما قد أصاب عمر وغيره عند موت النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فقائلها معذور أي كان معناها، فإن الرجل يعذر بإغلاق الفكر والعقل إما لشدة فرح أو حزن كما في قصة الرجل الذي فقد دابته ثم وجدها بعد يأس فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. ثم هذه اللفظة صدرت بحضور الرسول صلى الله عليه وسلم وكبار أصحابه فلم ينكروا على قائلها ولم يؤثموا، فدل على أنه معذور على كل حال، ولا ينكر عليه بعد ذلك إلا مفتون في الدين زائغ عن الحق والهدى كما هو حال هذا المسكين المومر. وحاشا عمر أن يعصي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي قال فيه ما قال من أحاديث ثابتة في فضائله والثناء عليه. فلما لا تأخذون بهذه الأحاديث؟ أنتم تقولون لا تصدقون البخاري، لماذا أخذتم من بخاري هذا الحديث؟ تفترون وتكذبون على عمر أنه يهجر ما وافق هواكم، ثم لا تأخذون باقي الأحاديث الذي يثني الرسول صلى الله عليه وسلم على عمر. يقول عليه الصلاة والسلام بين أنا نائم شربت يعني اللبن حتى أنظر إلى الري يجري في ظفري أو في أظافري، ثم ناولت عمر فقالوا فما أولته؟ قال العلم. ثم يا هذا ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمر إيهن يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك. إيهن يا ابن الخطاب، نعم والله إيهن يا ابن الخطاب، كسرت خشوم الروافض وكسرت خشوم المجوس وحطمت إمبراطورية عباد النار، هنيئا لك يا عمر، أسأل الله أن لا يحشرهم معك. صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم فضربه برجله فقال أثبت أحد فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيدة. نعم عمر وعثمان. يقول عليه الصلاة والسلام لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس محدثون فإياك في أمتي أحد فإنه عمر. يقول عليه الصلاة والسلام بين أنا نائم رأيت الناس عرضوا علي وعليهم قمص فمنها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك، وعرض علي عمر وعليه قميص اجتره، قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال الدين. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وافقت ربي في ثلاث، فقلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وآية الحجاب قلت يا رسول الله لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر فنزلت آية الحجاب، واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة علي فقلت لهن عسى ربه أن يطلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن فنزلت هذه الآية. هذه هي مناقب عمر وهذه فضائل عمر، وهذا غيظ من فيضة فإن مناقبه كثيرة، إنه عمر بن الخطاب أبو حفصة، حفصة رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينتقم من أعدائك شر انتقام وأن يفضحهم وهم مفضوحون. آمين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.